من الساعة 9 الصبح رئيس النادي معاه المايك لحد الساعة يمكن 9 بالليل 12 ساعة. طبعا تم مهاجمة وزير الشباب، تم مهاجمة القائمة الثانية كلها قائمة فرد. يعني هو ماسك المايك وماشي في النادي بيقول له واقف واقف في المكان اللي هو المخصص بالقائمة بتاعته على المايك من الساعة 9 الصبح لحد الساعة 9 بالليل. طبعا ده نوع من انواع اللي يعني ما فيش فيها، المفروض يعني المفروض في اليوم الانتخابات بالتحديد بيبقى الامور ما بين القائمتين متساوية 50% 50% في كل حاجة. عايز أكد لك بالرغم كمان ان العدد كان كبير جدا. طب يا هاني يا هاني، هل المجموعة بتاعت أحمد سليمان لجأت للعنف لما حست إنها مش واخدة نفس الامتيازات اللي عند قائمة مرتضى منصور؟ لا، الحقيقة أستاذ عمرو إن هم لجأوا، اللي ذهبوا للسيد رئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات